ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم اولا عبد الرحمن صبحي، طالب كليه الزراعه جامعه المنيا، المستوى الثالث، تخصص انتاج حيوان. هنتكلم النهارده عن كل حاجه اللي انت عايز تعرفها عن زراعه المنيا او زراعه عموماً. يعني اول حاجه نتكلم عنها النهارده وهي المجموع. المجموع بيختلف طبعا التنسيق كل سنه من كليه لكليه ومن جامعه لجامعه، بس زراعه المنيا بتقبل من 242، وده التنسيق بتاع السنه اللي عدت. طبعا بيختلف، بس بيبقى في الرينج ده، بيبقى في اختلاف بسيط بين كل سنه وسنه. بالنسبه للاوراق المطلوبه، ودي طبعا الاوراق المطلوبه لاي جامعه في مصر او لاي كليه في مصر، اللي هي بطاقه الترشيح، مثلا صورتين منها، صوره شخصيه، طبعا بيبقى في عدد مثلا 8 صور شخصيه، صوره بطاقه، صوره شهاده ميلاد، هكذا. دي الحاجات المطلوبه عامه في اي جامعه او في اي كليه انت رايح تقدم ليها. يعني زراعه المنيا مفيش حاجه خاصه كده في التقديم. بعد كده هنخش على الاجسام الموجوده في الكليه. الاجسام الموجوده في الكليه بالنسبه لزراعه المنيا، اول حاجه قسم البيوتكنولوجي او التكنولوجيا الحيويه، قسم الانتاج الحيواني، قسم الاراضي والمياه، قسم البساتين، وقسم المحاصيل، قسم اداره اعمال، وقسم وقايه امراض او وقايه امراض وقايه امراض. ده بالنسبه لقسم وقايه امراض، واسم قسم امراض وقايه نبات. قسم امراض وقايه نبات، دي كانت الاقسام الموجوده في زراعه المنيا. طبعا في قسم تاني هو قسم الصناعات الغذائيه والالبان، طبعا ده القسم الاخير في الكليه معانا النهارده. هنيجي بعد كده لسنه التخصص. سنه التخصص بتتخصص من سنه ثالثه، يعني انت في المستوى الثاني او في سنه ثالثه بتبقى بتدرس مواد التخصص بتاعتك، وتبقى خلاص انت كده في تخصص الانتاج الحيواني في الصناعات الغذائيه. طبعا حكايه انك هتتخصص ازاي والمواد الاختياريه دي حياه كبيره، فان شاء الله هيبقى في لينك للقناه بتاعتي ان شاء الله في البوست ده اللي هينزل عليه الفيديو، فهبقى هعمل فيديو ليكم يوضح الحكايه دي، فالناس اللي عايزه تسمع يا ريت تبقى تخش على قناه تباني، وان شاء الله هعمل لكم الفيديو ده، وفي فيديوهات كتيره هتفيدكم. بالنسبه للمواد، هنتكلم عن مواد سنه اولى، لان زراعه كبيره جدا وموادها كبيره جدا في اولى وفي ثانيه. فهنتكلم دلوقتي على الناس اللي هي دخلت او اللي هتدخل وهي عايزه تعرف مواد سنه اولى. مواد سنه اولى بتشمل كيمياء عضويه، نبات زراعي، فيزياء تربه وارصاد جويه، احصاء، حاسب الي، او اقتصاد. يعني هو ممكن احصاء ممكن تاخدها الترم الثاني او الترم الاول، او اقتصاد، يعني هما الاثنين دول لازم تاخدهم، فممكن تاخد واحده في الترم الاول وواحده في الترم الثاني. اجتماع ريفي. طبعا بالنسبه للمواد السهله والمواد الصعبه، انا مش هقدر اقول لك ده سهل وده صعب، بس المواد كلها في سنه اولى بتبقى كويسه. يمكن اشد ماده او اصعب ماده بيبقى النبات الزراعي او المورفولوجي والتشريح والتكسير بتاع النبات. بالنسبه للترم الثاني من في بساتين ومحاصيل، تاني بساتين ومحاصيل، برضو اقتصاد او احصاء على حسب الماده اللي انت هتاخدها. هي دي يعتبر اغلب المواد اللي انت هتمر عليها وتاخدها في سنه تانية، كلها مواد كويسه وحلوه، مفيش صعوبه جدا قوي، بس في مواد بتبقى تقيله عاوزه مذاكره، زي مثلا الكيمياء الحيويه، برضو نسيت اقولها، برضو دي بتبقى عاوزه مذاكره، بتبقى يعني فيها حاجات كتيره، فلازم تبقى فيها مذاكره شويه. هنيجي بقى للشعبه. هي شعبه علم علوم، طبعا زي ما معروفه هي علم علوم. بالنسبه للشغل، الشغل مش هقول لك انك هتشتغل من سنه ثالثه ورابعه، بس الفكره انك ممكن في سنه ثالثه ورابعه تنزل على حسب التخصص بتاعك، بتنزل تدريب. ممكن التدريب ده بيبقى فيه مثلا فلوس رمزيه، بس بتاخد خبره منه، لانك لما تيجي تقدم بيبقى عاوزين خبره. فانت ممكن السنه ثالثه ورابعه تاخد خبره سنتين، بس بتبقى هيدوك ورقه اللي انت خدت خبره من المكان اللي اشتغلت فيه. فانت مش شغال في مكان، حاول يبقى متفق انك هيديك ايصال او ورقه انك اتدربت معاه خبره مثلا سنه سنتين، ده بيفرق معاك لما تيجي تشتغل. بالنسبه للمرتبات، طبعا هو الخبره بتفرق، فانت كل ما يبقى عندك خبره بيبقى في يعني بتاخد فلوس اكتر لما تيجي تشتغل. بالنسبه لمكان الكليه في جامعه المنيا، طبعا لو انت داخل من البوابه الرئيسيه او البوابه الرياضيه او بوابه كليه التربيه الرياضيه، فكليه الزراعه اخر الجامعه خالص. فلو انت داخل بتسال على كليه الصيدله، هي قصاد كليه الصيدله او كليه العلوم او بجوار التمثال الموجود كليه جنب كليه اداب. بالنسبه لعدد سنوات الدراسه، زراعة عموماً في أغلب الجامعات أو في كل الكليات
في كل الجامعات 4 سنين بس. بالنسبة لليوم الدراسي بيبقى على حسب السكشن بتاعك أو القسم بتاعك، ففي ناس بتبدأ الساعة 8، بيبقى يمكن زراعة المنيا بيبقى أغلب الأوقات الساعة 8، ممكن تمتد لحد الساعة 6، بس ده مش بيبقى على طول، ده لو معاك مادة اختيارية مش بيبقى يعني كل يوم، بيبقى يوم واحد بس اللي ممكن تقول فيه لحد الساعة 6، فده بيبقى يمكن صعب شوية، بس يعني مش هيبقى في الصعوبة اللي انت متخيلها يعني. بالنسبة لليوم الدراسي، اليوم الدراسي طبعا ده اللي اتكلمنا عليه. بالنسبة للأنشطة الطلابية، بيبقى في أنشطة طلابية، دور كرة قدم للناس اللي بتحب كرة قدم، في تنس طاولة، في أنشطة علمية، بحث علمي، خيال علمي، شعر، كل الحاجات دي هتلاقيها موجودة في الأنشطة الطلابية، هتفيدك جدا طبعا. بالنسبة لخطوات التقديم، طبعا زي أي خطوة تقديم في أي كلية أنت رايحها، يعني مفيش أي صعوبة جدا ولا في أي كلام ممكن أقوله في خطوة التقديم، إنك بتقدم الورق وبتروح للكلية دي بتقدم فيها الورق. بالنسبة لإمكانية الشغل أثناء الدراسة، هو بيبقى صعب جدا إنك تشتغل، لأن في مواد بتبقى رخمة، في محتاجة دراسة ومذاكرة. ممكن تشتغل وتحاول تبقى ملم بالمواد دي كلها، ودي حاجة تبقى كويسة يعني ليك. احنا دلوقتي وصلنا لاخر الفيديو، ياريت اكون وصلت معلومة ولو بسيطة للي سمعني، وان شاء الله قناتي موجودة هتلاقي عليها حاجات تهمك سواء في كلية الزراعة او في اي مجال انت عاوزه، بنزل حاجات كويسة. ياريت الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.